النهاردة محمد حسين بينتمي للجيل الخامس للحاج عبد السلام سيد محمد حسن البنيان. اهلا بك يا محمد. محمد انت بتنتمي لعائلة من اكبر العائلات الموجودة في القاهرة الفاطمية. مصر كلها عارفة البنان وبن الغولية. كلمني بقى يا محمد قولي الذكريات كده بيوصلك من والدتك وعن يعني اجدادك. هو يعني البن اصلا مستورد بيجي من بره تمام، فيعتبر اللي هو اول بقى من دخل البن في مصر كان الجد اللي هو الجد الخامس كده تمام، ويعتبر هو اول واحد من خلط البن بالحبهان اللي هو البن المحلي تمام، هو اول واحد عمل فكرة البن بالحبهان البن بالتحويجة بتاعته ودخل الموضوع ده في مصر هنا عندنا في الجمهورية اقدم محل بن في القاهرة كلها من اول واحد عمل كده. البن طبعا كان زمان على ايامه كان بيتحمص بالخشب يعني النار بالخشب يدويا غير عن غير دلوقتي، طبعا دلوقتي التكنولوجيا والتطور وكده بقى المكن دلوقتي يعمل يعني كل حاجه، هو اللي حتى النهارده برضه نفس البلاد اللي بتنتج البن هي طبعا يعني من البرازيل ومن اليمن تمام يعني والهند طبعا دول الاول احسن ثلاث حاجات يعني اول ثلاث بلاد مصدره للبن في العالم تمام، لحد النهارده احنا بنستورد منهم نفس البن بس طبعا اختلفت حاجات كتير جدا بسبب تاثير التكنولوجيا على التجاره. ايه الاختلافات؟ الاختلافات ان طبعا يعني دلوقتي عندك يعني مش يعني في حاجه طبعا نقطه التسويق في المنتجات، يعني زمان كان البن مقتصر على البيع في المكان نفسه في المحل او كده ان احنا يعني في البيع في المكان، لكن دلوقتي في تسويق تجاري ان انا ممكن يبقى عندي حاجات عربيات بتوزع، مثلا طبعا بتاع زمان كان زمان البن بيتعمل يدوي يعني الواحد بيفضل قاعد شغال في ايده النار بتبقى عباره عن خشب، دلوقتي طبعا في حاجات جديده المكان شغال بالغاز والكهرباء الكلام ده كله طبعا اثر على الانتاج، يعني زمان كان ممكن ان انا النهارده المكان اللي عندي بيعمل لي 3 او 4 اضعاف الانتاج اللي هم كان ممكن يعملوه زمان. ممكن تبقى قاعد ما شاء الله في المحل بره تلاقي حد كبير في السن جه وسلم عليك وقال لك ده انا اعرف جدك، ده انا اعرف جدك، ده انا طول اليوم قاعد يعني تقريبا اصلا كل زباين انا بيجي لي ناس يعني طول اليوم بيجي لي واحد بيقول لي انا مثلا انا جدي كان بياخد من عندكم وبعد كده والدي كان بيجيبني معاه، مره السادات كان عايز بيت فهو كان على طول بياخد من عندنا، احنا لحد النهارده بنودي رياسه الجمهوريه ليها كل شهر كميه معينه بتروح لهم رياسه الجمهوريه بس كمؤسسه يعني مش مرتبطه برئيس او كده، يعني حتى من ايام السادات وبعديه مبارك وكده احنا بنودي للرئاسه كمؤسسه تمام، بياخدوا كمية كبيرة كل شهر، احنا بتوع البن الوحيدين في مصر اللي بنودي رئيس الجمهورية لحد هذا اليوم. فطبعا زمان كان السادات كان عايز بن من جدي وكده فبعت الضباط والناس اللي هي بتاعته اللي بتيجي تاخد الكمية فوقفوا ايه لما جم، كان طبعا جدي كان بيفتح الساعة 2 فجم وقفوا طابور في المنطقة، انا فاكر كان يعني الناس كانت بتحكي لي ان هم جم فضلوا واقفين طابور، طبعا كانوا عاملين قلق في المنطقة الناس اتخضت طبعا زمان اللي هو يعني اللي هو يعني ده جايين ليه كل دول في حاجه ولا ايه اللي هو في قلق بس، فطبعا جدي لما جه تقريبا قال لهم يعني هتقفوا زيكم زي الناس زيكم زي اي حد يعني هتقفوا زيكم زي اي حد، تقريبا ساعتها انا والسادات ساعتها كلم جدي تقريبا في التليفون كلمه فعلا في التليفون ومعايا جوابات منه، وكان برضه لما جدي بقى في حمص عرفه وكده بعت جواب في العزا بتاعه معايا جدي معاه حوالي 3 جوابات من انا والسادات شخصيا بس كان تقريبا مسافر كان مسافر مكان وكان محتاج البن كان بياخد مننا البن قبل ما يسافر يعني كان لازم ياخد البن من جدي قبل ما يسافر في اي حته، وكان افتكر برضه كانوا بيقولوا لي ان يعني ده حاجه بتتشغل له بصراحه ان هو بيقول لي يعني المولد النبوي وكده كان انور السادات كان لازم كل سنه بيبعت لجدي القلم بتاعت المولد وكده هو للعمال وللناس اللي شغاله معانا، لان طبعا كان شغال معانا في محل اكتر من 25 واحد او كده يعني كان كل واحد ليه تخصصه. كان بيقولوا لي والله ان جدي كان بينزل كان بيفتح المحل الساعه 2 الظهر فكان كل طبعا يعني اللي كان بيحب يجي يشتري بنا طبعا وكان عشان الوحيد في مصر اللي كان في المجال ده، فكان بيجي كان بيلاقي يعني كانت الناس تقف طابور عشان تشتري من عند البن تفضل واقفه طابور، يعني يجي يلاقي الناس طابور حتى اللي كان بيعوز كميه كبيره كان بيديله كميه صغيره.